وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم الآدم الأسماء كلها ثم أرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال علم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغما حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان أنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا احفظوا بعضا لبعض أدعو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلهين وذلك آدم من ربهم كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.